السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا وصفه الغريبيه. الغريبيه وصفه حلويات قديمه من التراث الجزائري. كامل الجزائريين وبيوت الجزائريه يعتمدوها، واليوم ان شاء الله راح نشوفوها على الطريقه التقليديه القديمه، وراح ان شاء الله نشوفوا كامل الاسرار باش نشحنا الوصفه الغريبيه. بلا ما نطول عليكم راح نبداو على بركه الله. بسم الله. المقادير هنايا انا عبرت بالكاس، العبار اللي تكمل اللي تعبري به كملي به. انا عبرت بالكاس، عندي هنايا كاس ناقص صبع سكر غلاس، سكر غلاسي، وثلاث كيسان فارينه، وعندي ملح باش نعدلو بها الذوق، عندي ليكستري تاع الماء زهر، وعندي كاس زيت، وكيس خميره تاع الكاطو راني نسيتها، مي راني كاتبتها لكم. وهنايا كيما قلت لكم نديروها كيما ناس زمان، ناس زمان كانوا يديروا الماء زهر. نحط ثلاث كيسان تاع الفارينه، انا كنت مغربلتهم، ولازم ضروري انك تغرب ليكم كامل المكونات، سكر كلاصي والفارينه. راح نحط انا هي الفارينه كيما قلت لكم، ثلاث كيسان فارينه، ونزيد عليهم كاس سكر كلاص ناقص صبع، رشة تاع الملح، وراح نخلط النواشف. هنايا كيس خميرة تاع الحلويات انا نديرو كاع مع التالي، نخلطو النواشف باه يندمجو. بعد ما خلطت النواشف راح نزيد عليها باتاغون تاع المزهر او عطر المزهر، ومن بعد راحين نليموها بالزيت. بكري كانوا يديروا لها سكر عادي، ولكن كانت تجي شويه يابسه، مي دروك كي نديروا لها سكر غلاس، سكر غلاسي، راح تجينا رطبه وتجينا هشيشه. نكمل اللايم بالزيت. هنايا ما تخافوهاش كاع اونكا وتعجنيها، ماهيش راح تتعجن، ماهيش كيما صابلي ولا، باسكو راه ما فيهاش البيض. نليموها مليح، وهنايا راح نزيد لها كيس تاع خميره كيميائيه ولا خميره تاع الكاطو، وزن 10 غرام، وراح نخدمها مليح وندخلها في هذيك لاباط بالاصابع كيما راكم تشوفوا، حتى تتجانس معنا الخماره مع العجينه، وراح تتخلط مليح. وفي هذا الوقت نروح نشعل الفرن ونوجد السنيوه اللي راح ندير فيها حبات تاع الغريبيه. وهنايا نبدا نشكل في حبات الغريبيه اللي عندي بهذا الشكل. نشوفوا هنايا نكوروها في اليد، نحكموا يد، وبين زوج اصابع اليد الاخرى نسيو كيفاش نكوروها ونديروا لها شكل هرم ولا بيراميد بهذه الطريقه. شوفوا ونسووها بصبعتينا بهذه الطريقه، ونديروا فيها شويه قرفه من الفوق، نضغطوا عليها باه ترتب لنا القرفه. وهنايا حجم الحبه نتوما تحكموا فيها، تبغوها كبيره ولا صغيره. روحوا نشوفوا حبه واحده اخرى. شوفوا هنا العجينة كي تكون طرية وتكون بزاف هايلة، نكوروها المرة الأولى، نخدموها باليد، وكيما قلت لكم نكوروها بزوج يدين، يد واحدة نفتحوها واليد الأخرى بهذه الطريقة، نضغطوا عليها ونديروا لها القرفه. هذه الطريقه التقليديه، بكري يخدموها كي من هكا. ضربه كاين اللي يديرها كويرات، تكوريها عادي وتحطيها، ولكن الشكل التقليدي تاعها هذا هو، يجينا كيما الهرم ولا بيراميد، باش كي طيب لنا راح تتشقق ويتكور الشكل. شوفوا شوفوا بهذه الطريقه. وهنايا بعد ما كملت الحبات كامل راح ندير لهم القرفه من الفوق. وكما قلت لكم الفرن هنايا راهو مسخن من فايت،
نديرهم يطيبوا ونقص لهم شوية للنار، وراح نشوفوهم بشكلهم النهائي كيفاش يجونا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، الغريبيه من التراث الجزائري التقليدي، بمقادير بسيطه واقتصاديه وطريقه جد مبسطه وسهله. نتمنى ان شاء الله راح تعجبكم الوصفه، وخليوا لي جيم وبارطاج مع الاحباب، واللي مازال ما شاركتش في القناه نقولها اشتركي وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.